الغزاله ديالي غادي نبان لكم، نضرب معكم نيشان. نمشي ندخل نشوف غير شنو كاين وعاد ان شاء الله نمشي. خفتو؟ ساب لهم شي حد خرجوا تيطلعوا عليك. السلام عليكم الشباب. دخلي 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 اسيدي دخلي دخلي دخلي. اهلا 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 اهلا. مرحبا مرحبا. مرحبا بك الجنة اختي. لطيفة اختي. جالسه كنصور النيت شنتفت الله يسلمك اختي الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك ما تخافيش وميمه الله يعاونك وميمه الله يعاونك ليانات. المهم ما كيبغيوش يبانوا ما نقدرش انني نبينهم لكم. ومرحبا بكم حتى نتوما. دابا بقيتوني دايزه ان شاء الله باذن الله غير شنو كاين ونرسي الامور وغادي نهبط الناظور باش نجيب السلعه اللي قلت لكم. ملي غادي نجيبها بيان سور غادي نوريكم اشنو خديت. وخصني نمشي ناخذ لهم شي حاجه ما لقيتهاش عند الفورنيسور اللي كناخذ عليه. عرفتي تهرس لي دفعي تهرس واحد التهريسه خايبه. المهم ماشي مشكل يلا خليكم معايا جات معايا اريج. دابا راه عرفتي شنو كتحمق على شي حاجه سميتها الصوت. دابا ما كاين غير الزعريط. غادي نمشيو غادي نمشي ان شاء الله باذن الله نسخر سخرتي اللي خاصني كيف ما كتشوفوا ديجا خدامه بروتين سعيده نديرها هكا باش ما يبانوش. سعيده خدامه بروتين. اسماء حتى هي خدامه تما بروتين. وميمه حتى هي خدامه بروتين. جاك ليا بس كيساينو غادي نخرج نمشي. عرفتي شحال هادي بيني وبين المركبة البنات بزاف عروجة. عرفتي شنو جيت نسول علاش على لاكليم؟ خصني ضروري لاكليم للصالون. جا اريجة راه انس مشى كيهضر معاهم. اجي ماما 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 فينيزيوم ماما 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 اشنو صنع في الصين ماد ان تشينا. هادي ديالاش؟ هادي ديالاش؟ خليك عليك 140 ما تقدكش حتى 24 ما تقدكش. شحال فيها؟ شحال فيها؟ هادي شحال فيها ديالاش؟ ديالاش لا 12 12 صغيره ديال 18 ديال 18 شحال مترو راه الا درتها عرفت غير قول لي ديال 18 بشحال كدار بشحال كتثمن الدراري اللي عارفين شحال غير يعني الا كاين المسافه بزاف ما ديرش غادي تخسر هوا باش نقول بحال هذه ديال انا كنسول ديال 18 وديال 24 ممكن تخدم لك على حساب 18 15 مترو هكا باش يعني ديرها باش في المحل واحد تخدم الدار كامله لا اجي فهمت اسيدي انا عندي راه عندي 18 درتها في بيت الناس 18 فيها شي 5 دابا ما كاينش اللي قلنا الثمن المهم احنا هضرنا معاه قال لنا ديال 18 كدير 660 فرانك يلا زيدي كنحلف ما نعاود بنيتي نخرجك معايا وكنولي نخرجك معايا زيد اريج سمية وستين الف فرانك يعني 112000 ريال. جيت البنات عاوتاني حدا المحطة كنشوف التلالج بغيت التلاجة كي بحال هاد الشكل هذا شتيو
بحال هذه بغيتها السونتر على حسب الكليان وداك الشيء. هذيك فيها البلاكه وفي الفلافل، لان الماء والعصير وداك الشيء خاصو يكون بارد، وراكم عارفين دابا الحال بدا كيسخن، خاصني ضروري وحيدها. ايوا راكم عارفين هادو سورتو هادو ديال الزاج وداك الشيء اغلبيه كيكون الاسمنه ديالهم طالعين بزاف. ايوا حنايا كنعرفو هنايا الصراحه، كنعرفو الناس كيبيعو هنايا القديم وداك الشيء، عندنا واحد السيد جوج ماشي زعما جوج محلات عندهم داك الشيء كونفيونس، الا قالك خدي حاجه خديها، قالك ما تاخديهاش ما تاخديهاش. ايوا راه حنا مشينا درنا فتادي جينا عنده، ثاني جينا عنده خلاص، الاولاني جا معنا مسكين عند الثاني، لقينا عنده هذه الوحيده اللي لقينا عنده ديجا فيها لا غارونتي، فيها كلشي، قال لك زوينه واعره غزاله ما فيها حتى شي مشكله. ايوا حنايا كنتي كنتشطروا مع الثمن ديالها، لان الثمن ديالها صراحه شويه طالع. ايوا هذا المكان دابا راه كنتشطروا معاه باش نديوها ان شاء الله الا كتب الله للسونتر. المهم ها دوزي هكا، لا دوزي هكا باش ما تبانيش. انا عاد دخلت دابا للسونتر البنات، مشيت تقضيت جبت داكشي. لا هنا هنا انا هنا صافي معليش انا درت هكا. شوفوا انا الكليانات كاملين اللي جيت في الصباح ولقيتهم هنايا ضامنوا مع البنات اللي خدامين. اسمعي هادي قالت لك واه لا لا خطاك حجبات دابا. شوفوا هادشي راه من الصباح وما عرفتي كيحوالوا بالبنات ياك، فاش انا هضرت قلت لهم ياه، قلت لهم وانا، قال لك لا، قال لك البنات ماشي انتين ياكي، قالت لك كيفوجوا. ها هي كيما دام خديجه ما... لا قالت فوزيه قالتها. دابا شوفي شوفي مدام خديجه بيني وبينك، دابا احكمي بالحق. دابا قلتي لي شكون اللي قالت لي خصك تهلاي في البنات؟ جينا ياك لا خايفة على دوك أسماء شانيلي، أما مدام شوفي أنت ما كاينش الحال ياكي نكس جوج ما منيش جوج كاينة مدام أسماء وحدة صافي باطلي. شكرا شكرا أسماء، ونتينا ونتينا سعيدة منكش 10 لا قالت ما منكش جوج ما منكش 10 يالا. المهم البنات شوفوا حنا ضاحكين ومرحبا بكم الكليانات ديالنا، والله لا خطايكم راكم عزازين، ربي يخليك احبيبه ديالي. لا ما نقدرش نبينهم حيت كاين اللي داير النقاب كاين اللي داير الدره وما بغاوش يبانوا. شوفي واش مكهده وميمة التيشيرت عليا كاع التيشيرتات الفات وميمة غير دخلت دارت لي مدام نبيره مدام الكليمة مدام تبدا مرايا حيت تبارك الله ما شاء الله خسرت عندنا خبرتنا مرايا وحدة أخرى راه فين كومونديتها الكرسي ديالها ضروري كومونديتها اختي يلاه غير زيد. إيوا ما قلتيلوش اليوم تبارك الله كانوا عندنا خمسة ديال البروتيين. لا قلت قبيلة غير داكشي اللي شفت. إيوا زادت وحدة ما شاء الله. عرفتي شنو راه ما كيعطيونيش قبل وبعد راه ما كيبغيوش. ها هي باقا كي كله باقي هنايا، هذه كدير النقاب قولي غير هضري غير بصوتك ما تقدريش تباني. لا الشعر مدام خديجه راه معروف هذيك هذيك ليا مدام خديجه راه ديال المنيديا، كاينين جوج كاينين جوج مدام خديجه دابا عندنا رسميا، كاينه مدام خديجه عندها واحد طومبيل بحال كات كات، دابا هذه مدام خديجه واحده اخرى عندها تبارك الله سونتر حتى هي في المنيديا معروف ولا الدومين. دابا شوفي دابا البنات هادشي كامل جبت الثلاجه ولا ما جبتهاش؟
عينو عينو مش روح الثلاجه ماذا كل شيء وجهي كيزيد يبيض عندك يا ضربوني ما كاين غير الثلاجه والشرب يا الله يا الله خديجه تشربي صافي انت واش خبرك يا اميمه واحد الحاجه درتها انا وراجلي حقا بالعام يا مسحوريه مضوبين بالعين يا شي حاجه علاش هبط الناظور باش جبت السلعه ديالنا في الصالون وفين هي ما شتيهاش انا واحد باش زاقه صمام بالله ما دزت الغزاله دابا بقيتوني عاد غنهبط عاود الناظور باش نمشي نجيب السلعه تلفت والله الا تلفت دابا مع تصبرات الحمانه دابا غادي تولي واش تيبقىك على خير المهم امين يا ربي امين هيا الثلاجه البنات كيف ما كتشوفوا هيا حطوها هنايا من بعد ان شاء الله ترصا وتعوض ويتحط فيها هذا الشيء حيت مشيت عاد خديت عاوتاني هذا الشيء ايوا هذا ما كان المهم هانتوما معايا حلوه حنا خويا المغاربه معروفين بالكرم هذه غير الدواقه تبارك الله كيعطيك باش تشبعي بغيت نهضر ولكن بغيت ولكن نحل هاد العين لا شفت لك ما عندي والو عندك شي حاجه كاش هاك نسالي شحال كيلو والله ما سويت والو كتاكل بلا والو بلا ما والله ما سويت ولا صوت خذ خذها خذها حلوه جيت نهضر معاكم اختي وانا السبابي جاب لي طرف ديال الدلاح وانا تقول بحال بداني عاد لوحي عاد وليت كنسطع الدلاح المهم تفوني يا البنات غادي نخرج ان شاء الله باذن الله غنخرج درتيها بالعام علاش كنتي شريت بالله باش ما يوقفوكش زعما الجدارميه لا لا شوفوا ركاح لي ما وداول ولا كريمه ولقاو الطاكسي عامره وصافي يا بنات المهم شوفوا قسما بالله العلي العظيم خوت الراس اللي عامر انا راسي مطرطق ولكن انس باش راسو عامر مرتش باش ديك حبيبي ديك عرفتي طالعين كنهضرو كنهضرو تلقى لقينا راسنا في العمران وانا شفت شي درت له انس قال لي شنو ملي كنا كنشريو الكركاع وداك الشيء واحد هنايا قلت له انا علاش هبطنا الناظور قال لي باش نسخرو قلت له السخره شنو هي قلت له هبطنا عليه ما جبناهش قال لي عاد بحال كنت عطيتيه بالترفيقه قلت له السلعه ما جبناهاش قال لي تال غدا ونمشيو نجيبها قلت له والو دابا نهبطو عرفتي راني واقفه على لي لي بروجي ما يمكنش واقفه عليهم ديال بصح مع تبارك الله لي بروتين لي بروتين ما شاء الله راه ستوك صافي خوالي ديجا انا فاش هضرت البارح مع الفورنيسور قلت له عتقني هضرت معاه البارح تصوروا البارح بالعشيه قلت له بلي تصيفط عليه غدا الصبح تكون عندي حيت عارفه بان راه ستوك صافي خوا ايوا هي هذيك هو قال لي صافي يلاه نمشي صافي حنايا دابا راجعين باش نهزوها وعاد ديك الساعه نطلع هاش يا اختي كاين غير الجره الجره وحق الله العظيم والراس عامر ولكن تبارك الله ما شاء الله الحمد لله خدينا صافي والله خدينا التليليجه خديتها ب 62 الف ريال بالرغيبه والمزوقه بحال ما عرفت شنو كتزيدي اليهودي يسلم 3100 درهم وجابها ترونسبور ب 150 درهم ولكن فيها الكارونتي وفيها كلشي واخا قديمه دابا غنضربو لها واحد الحكه وفكه نمسحوها مزيان وداكشي ونعقموها ونشطو فيها داكشي عاوتاني اللي
اللي خديناه وباش كيبرد الكليان وداك الشيء. ايوا هي هادي وباقي لاكليم. لاكليم مشيت سولت عليها عاوتاني واحد اخر الاكثريه كيقول لك لاكليم ديال تركيا كاينه في تكو وكاينه في ميديا وكاينه الاخرى شنو في فينيزيا وكاينه فينيزيا. هادو هما اللي كيشكروهم بزاف. اما داك ال جي وداك الشيء مابقاوش كيشكروهم ما عرفتش علاش. كيتقال لك زعما ما بقاتش كتمونطا في واخا تلقاها ال جي ولا سامسونج ما كتلقاش لوروب اللي بقات يد العامله زعما اللي كتمونطيها ما بقاتش تما. كلشي كتولي كتشوف صنيعة في الصين ولا المهم شي حاجه تركيا ولا هادشي اللي كتلقى. واللي ضاربين دابا حاليا ديال تركيا. والاثمنه انا قلت لكم ابتداء من 4500 درهم وانت طالع صافي ما كاينش قل بالنسبه ل 18. ما كاينش الحولي ديال تركيا؟ لا كاين ديال اسبانيا عندو جوج حويله. شو هذا جوج حويله اللي خاصو يشريهم مسكين. شو هذا ماد ان تركيا ماد ان بنغلاديش؟ لا كاين ماد ان مروكو من 4000 درهم وانت طالع حتى هو بحالو بحال لاكليم. وكليم ما هوش من كليمة. وكاين ماد ان اسباني ما هو علم هذا كي غادي يكون مازال ما مجرد خير قاوري عيني خضر اش غادي دير. المهم غزالة ديالي كيف ما قلت لكم نمشيو مور السليعة كاينش عندي بروغرام مرجان صراحه. حواله كيعجبني نشوف انا هذا نمشيو نشوفو الحواله بشحال داير. طلوا سيري عندك دايره شي 83 درهم الكيلو. والله الا ابتداء 83 درهم و 83 درهم الكيلو ضرب لها حسابها. فين دايرين الكيطور؟ راه والله الا راه هما مرجان ما غيغشوك ما والو بالكيلو راه بالكيلو ايوا واش غادي حنا على الفقصه ديال الحواله فقصه واش من فقصه كل عام كيخرج لنا بحال الله يستر شنو هذا حنا داك القوله اللي دار فينا مات اللي دار فينا مات انا غير نعرفو شكون ما عرفتش نتراحمو عليه. الناس حنا خدينا دابا السلعه ديالنا ورحنا طالعين صافي غير هزيناها صافي وطالعين نيشان ما دزناش حتى المرجان. قال لك انا نمشي نشوف الحواله وداك الشيء حتى اللي قلت له فريمون عييت انا حاسه براسي حتى العيا عييت ما بقاش قد عندي الجهد باش عاد نوقف ونشوف ولا ها مازال تابعني شحال من حاجه غادي نديرها. ها انتم شوفوا راه الحواله تاكلي شويه الزبيب والكركاع باش ما تنساش الزبيب والكركاع باش ما ننساش انت خصك تاكل معايا الزبيب والكركاع باش ما تنساش. ايوا المهم نمشي للسونتر بغيت نهضر ولكن خاصني نسقسي. يلاه خليكم معايا دخلت ها البنات للسونتر مرسومة غادي نشوف هنفيريفيها معاهم حيت خصني نمشي. شوف جايب الطيح عليا شتي انا بغيت تقطع الضيال كما شتي كتحيح عليا حيت شاده المقص ديال التقطاع شتي. وعد والله ما حليتو غير بالجهد قالت لي والو لا ما تقيصيهش ها جا ندير لك غير هكا ها غتقصحي غير في يدك باش ما اودي تانتين اللي كنجيبو انا الله غد ليكي صباح هنا كاين واحد اخر تانتين الدنيا هانيه. خص شوفي خص الواحد حتى يكون عنده الدرع ديال الخدمه ماشي بقات غير في البروديو صافي راه كل شعر بعدا اصلا وشنو كيتحتاج له. لقيت كلياناتي مساكن مشاو اللي كانوا ديجا ولكن باقي لا باقي 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 هيا خدامه هيا خدامه بروتين مسكينه ما بقيتش فيكم.
ها هو اختي الله يعاونك الله يعاونك على بروتيناتك. لا حاجه وحده اللي بغيت نقولها لكم وهو راه ماشي اي شعر كيصلح له نفس البروتين، هذا راه غلط كبير. بعدا بارافين ديال الرجلين الشمع كاين اللي كي سيلفر بلوند واعر شي حاجه غزاله. الحمد لله اللهم لك الحمد جبتها نهار حليت الصالون دخلته وتبارك الله ما شاء الله كان عليه اقبال كبير وزوين زوين زوين بزاف بزاف بزاف. دونك دابا خديت منه الكونتيتي اللي غادي تكفيني عاود. وبالنسبه للاقام ديال شوارسكوف حتى هي ما بقاتليش، حتى هي خديتها. اش من صيف هذا راه شنو سميتو العيد الكبير. العيد الكبير يا صاحبتي. هادو هذا خلاص، هذا واحد السما خطير شوارسكوف واعر واعر، راه تقاس تفرع ماشي مشكل. المهم هذا واعر يا البنات، الشعر اللي كيكون ابيمي وداك الشيء راه ما بقاليش منه وخديته صافي. وخديت الشمع ديال البارافين كيف ما كتشوفوا، هذه عاود كتصلح للبيديكور ميديكال. هنا لي كارطوش هادو خلاص خديتهم غير باش يبقاو لي في ستوك، هذا باش يبقى لي في ستوك، هذا هادو لي بوند حتى هما باش يبقاو لي في ستوك، دي سولفون باش يبقى لي في ستوك. ايوا مهم هادشي راه خديته كي قلت لكم يلا توصلت به. وقبيله فاش خرجت للناظور راني جبت معايا خلاص السلعه اللي خاصاني من هنايا، كتكون هكا قريبه لي وداك الشيء بحال كولا ديال الضفران وداك التخريبيقات اللي هكا ساهلين مهلين خديتهم. عرفتي شنو ما صيفطليش القطن، وراني جبت لكم اللي قالت في البيض السوان فيزاج واللي قالت في الكحل البروتين. ايوا هادشي ما كاين الغزالات. وبالنسبه للبنات هانتوما شنو تقولوا هادشي؟ كيف ما كنقول لكم دائما هادشي خاصو ضروري يكون مسدود البنات، ما يكونش محلول لان كيكونوا كيبيعوا هادشي بانهم معمرين وماشي بانهم اوريجينال، سواء كان اي نوع ديال البروتين. وبالنسبه للسيلفر بلوند في النهار اللي حليت راني جبته ديال كوكونيت واعر غزال غزال غزال، وكيف ما كتشوفوا هنايا زيرو فورمول شي حاجه اللي خطيره. كيقولوا لي البنات ما نبقاش نصور السلعه لان يفوا مني كنجيب انا شي حاجه ديال السلعه، مهم كنلقاها ديجا جلطات، ولكن ماشي مشكل كيف ما قلت لكم راه كتبقى حتى على حسب الزغبه. دابا واش البلاك ديامون واش اي واحد غيديرو ما يمكنش، ولا هذا اي واحد غيديرو ما يمكنش، ولا كليفر اي واحد غيديرو ما يمكنش. يعني نورمالمون الزغبه ملي كتجي وكتحط في يدك انت ناعه كتعرفي شنو خاصك ديري، لا اصلا واش ديري بعدا بروتين ولا ما ديريش، واش ديري غير سوان ولا ما ديريش، واش ديري البان ولا ما ديريش، واش ديري البروتين اللي كيكون زيرو فورمول ولا اللي كيكون فيه لي زاسيد. راه كاين الزغبه اللي ما كيصلحلهاش ما كيصلحولهاش لي زاسيد، كيصلح خصك ديري لها الفورمول. وكاين نوع ديال الزغبه اللي ما خصكش ديري لها الفورمول كاع، خصها تكون 0% فورمول على حسب الاورانج، كل وحده وكيفاش الزغبه ديالها كتكون. ايوا وكتبقى بيان سور حتى التكنيك ديال الخدمه، ضروري التكنيك ديال الخدمه، كل زغبه عاود كيفاش كتخدم، كاين اللي كتعطيها البلاك بزاف، كاين اللي ما كتعطيهاش البلاك بزاف، كاين اللي كتديري لها سيشوار مزيان، كاين اللي ما كديري لهاش سيشوار مزيان، كتبقى على حساب البرودوي شحال خصك تحطي وكيفاش منين تجي تشليه، واش كتشلي نص تشليله ولا تشلي بحال 75% ولا ما تشليش في مره، كيبقى على حسب يعني كيف ما قلت لكم النوعيه ديال الزغبه ولا التكنيك ديال الخدمه. ما بقاتش غير في يعرفوه معمر داك الشيء اللي كاين. ايوا المهم هذا ما كاين الغزالات ديالي. انتما البنات صافي راه حنا ستاسيونينا دابا حاليا تليلجا وشو سميتو وضربنا لها مسحه وفركه. المهم دابا انا ديجا كندير لكم هذا الفيديو هذا حتى الليل، حتى مشيت للدار وصيت اموري، هذه خلاص خليتها شحال وهي تتبرد. هانتوما ديجا باش تعرفوها تتبرد هانتوما، يلا حليتها شوف. هانتوما صافي حطينا فيها داكشي اللي خاصو يتحط، شفناه وقديناه ورتبناه.
خلاص باقي خاصني ناخذ قرعه ديال الماء كبيبرين حيت خديت غير القرعه ديال الماء صغارين. ايوا خديت داك المشروبات كيف ما كتشوفوا وجات هنايا. صراحه هذه هي احسن بلاصه لقيت لها هي هنايا شتيو. وخلاص هنايا حتى انا مازال ما درت لكم شابنات جوله في السنط. ان شاء الله من بعد ندير لكم جوله. بزاف البنات كيقولوا لي اسمع ما درتيناش جوله في السنط ما درتيناش جوله، عنديها لكم ان شاء الله باذن الله. بالنسبه لهنايا البنات هاد التلفازه غادي تتعلق في هاد البلاصه هذه اللي كتشوفوا فيها هاد الشيء ذهبي. هاد التلفازه تما فين غادي تتعلق ان شاء الله باذن الله. كنا غنعلقوها اليوم وفتالي قلنا معليش حتى الغدا وغادي نعلقها ان شاء الله تما. وبالنسبه للطابل ديال لا مانيكور هادي غادي نجيب واحد اخر قدامها هنايا حيت غادي يجيو جوج ملاصقين. علاش انا نورمالمون كنت دايره هنايا وحده ياكم ودايره هنايا وحده، ولكن هادي دابا غادي نزولها وغادي نردها قدام اختها حيت هاد البلاصه هادي اللي هنايا انا محتاجاها. هاد البلاصه هادي اللي هنا اوبليجي خاصني ندير فيها مرايا وكرسي، لان تبارك الله ما شاء الله ما كيكفيوناش ثلاثه ديال الكراسة والبنات ما كيقدوش انهم يخدموا على خاطرهم. ايوا راكم عارفين خصي ضروري نزيد هنايا كرسي ونزيد مرايا ديالو شفتوا. داكشي علاش هاد البلاصه هادي غادي تانيولا ديال لا مانيكور ترجع الجهه اللي ملهيه. وبالنسبه عاوتاني لهنا هادي البنات راه هاد الفيترين اللي كتشوفوها هادي راه غير ديال السوار راني خرجتها لهنا. علاش عاود؟ لان الفيترين ديال هاد البلاصه هادي فاش كان جاني الماتيريال ما كانش جاني كامل وكان كنسهالي ما دوزهاليش هي والكونطوار. واحد الكونطوار عندي الفوق بلاصه ديال الحمام هادو جوج مازال تاهما ما وصلونيش. اما هذه نورمالمون راها غادي تكون فيها فيترينا كبيره اللي شاده من القنص حتى للقنص. راكم عارفين الفيترينات اللي كيكونوا من مور لي لافتيت كيكونوا هازين شله حاجات لي برودوي صباغا هاجي هاجي. ايوا هذا ما كاين الغزال ديالي. المهم من بعد ان شاء الله ملي غنسالي بيان سور غندير لكم واحد الجوله فيه من الفوق حتى للسفلي. هذا ما كان داكشي علاش ما خلانيش خاطري انا اللي ندير لكم جوله فيه، قلت حتى نساليه وداك الساعات ندير لكم جوله. ولكن السبب الرئيسي هي الفيترينا وصراحه ماشي الكرسي وهاديك والمرايا لا، حيت انا كنت دايره على اساس غندير غير ثلاثه ولكن الفيترينا والكونطوار هما اللي عطلوني سبحان الله العظيم. صدقت كومونديت حتى الكرسي وهاديك المرايا ان شاء الله يفوا فاش غادي يوصلوا غادي نتشاركهم معاكم يشطوا بلايصهم وداكشي. ايوا هذه خلاص راني جبت قبيله شريت لها السيبوره ديالها. هادو كانوا فيهم شي حاجات عاد خويتهم دابا هانتوما. شوفوا هي السيبوره راني شريتها خصها دابا غير تركب وصافي. ايوا هذا ما كان الغزالات ديالي. انا غزالات ديالي وصلت للتالي ديال لا فيديو. شوفوا انا راني مهدوده مالوكه عييت صراحه اليوم عييت ديال بصح. انا راني مقبايله ما صورت لكم حتى حاجه، راه مشيت للدار تغدينا درنا شله حاجات حتى الليل تسالاو الخدمه وداك الشيء عاد جيت. لان الثلاجه كان خاصها نورمالمون تبقى واحد المده راكم عارفين باش الغاز ديالها كيستابيليزا في واحد البلاصه عاد كتشعل. ايوا داكشي اللي كاين عاد شعلناها. ايوا ملي شعلناها خلاص دغيا دغيا الحمد لله بردات وستفنا فيها داكشي كله اللي جبتو. عطات صراحه منظر مزيون وبصح صراحه محتاجينها انها تكون كاينه هنايا في السونتر. ايوا هادشي ما كاين الغزالات ديالي صراحه ما تنسخاش بكم، ولكن وصلت للتالي ديال لا فيديو تاع انا خاصني نمشي للدار باش نرتاح واحد شويه. نقول لكم تهلا وانا جيت انا واروجا وانس تهلاو حتى نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله راه الليل وما كاين حتى واحد تشدو عاد جيت انا. تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله. ومرحبا والف مرحبا بكم. راه كاينين دي برومو فنين، كاينين دي برودوي جدادين، كاين اليد البروفيسيونيل. انا درت البنات اعلان حقه في الانستغرام على بغيت مسيره اولا جيرونت كنقلب عليها
وبيان سور كنقلب حتى على البنات اللي تبارك الله ما شاء الله يكون عندهم لو خبره عاليه في مجال ديال التجميل والحلاقه. بالنسبه كنت درتها في الانستغرام عاد دابا هما قالوا لي البنات ياك لاباس فين هما بناتك، بناتي كلهم معايا البنات، ولكن تبارك الله ما شاء الله مع الخدمه ما بقاوش كافين، وانا كان ما بغيتش نطيح في داك القضيه ديال الكليان يجي ويبقى كيتسنى هادشي اللي كاين، داكشي علاش طلبت يكون عندي بنات اكثر. هذا ما كان الغزالات ديالي، ومرحبا بكم والف مليون مرحبا. يلا غزالات ديالي تهلاو تنتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، واللي بغات تخدم مرحبا والف مرحبا بها، دخل عندي الانستغرام ولا النمره ديال التليفون اللي هي 0637 200 121 129. مرحبا والف مرحبا بكم، باي باي.